قام وفد طبي إيطالي بالتنسيق مع الجالية السورية في إيطاليا بإجراء العديد من العمليات العصبية والطبية والترميمية وحتى التجميلية للعديد من جرحى الجيش العربي السوري. وأيضا للمدنيين وللأطفال أكيد مقدمين خبرتهم الطبية بمشفى العسكري 601. لنتعرف أكثر على تفاصيل العمليات يلي أجريت، أكيد بصرنا نرحب بالاستوديو بضيفنا الدكتور جمال أبو عباس رئيس الجالية السورية بإيطاليا. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن عملكم الطبي اليوم بسوريا. أنتوا وفد إيطالي جيتوا تقريبا شي أسبوع، في العديد من العمليات قمتوا فيها، خلينا نحكي عنها. بتعرف إن إحنا بحرب كونية على سوريا، واجب كل واحد سوري كان في سوريا ولا كان خارج سوريا. في سوريا في عنا جيش وفي عنا شعب الصامد اللي بتماسك. نحن المغتربين قاعدين برا البلد، نحن بنحس بعتقد أكثر من متواجد داخل البلد، لأنه هاي الحرب جائرة خادعة كاذبة. واجبنا أنه نقدم أي شيء لسوريا، لأنه الجيش العسكري عم يعطي عم يستشهد كرمال أرض تراب وطنه وعم يفقد وظائفه وأعضائه. فنحن أقل شيء أقل القيمة أنه نعطي شيء، نعوض له شيء. كمان حكومتنا ما بتقصر باتجاه جرحاها، فنحن تعاوننا مع الحكومة السورية مع وهي تاني مرة نحن بنجيبها لهون على أساس لأنه بعتقد أنه تعويض شيء إرجاع بسمة لجريح أو تعويضه في المشي أو أنه يقدر يكتب أو يقدر يمشي أو يقدر يتكلم شغلة مهمة لأنه هو ضحى في من أجل بقائنا نحن. أول مرة نحن جينا من حوالي 3 شهور ونص تقريبا، عملنا 33 عملية مع عشرات الاستشارات. أنا بشكر بالفعل المشفى لأنه أعطانا قدم لنا كل التسهيلات، بشكر الخدمات الطبية المسؤولين فيها، ما ترك شيء إلا أعطونا نحن 5 غرف عمليات أنه نشتغلها كلها. اشتغلنا مع الأطباء السوريين. بالمناسبة بدي أحكي شغلة أنا كثير بفتخر فيها، يعني جاني واحد من الإيطاليين المخدرين إجا لعندي حاجة صار يبوسني، قال لي جمال جمال، قلت له خير، قال لي أنا بهنيكم. ليش؟ قال لي عندكم أطباء سوريين جراحين بيعلموا العالم الجراحة الإسعافية والطوارئ، فهالشيء بيفرحني يعني انه عندنا كادر ممتاز. يعني رغم كل ظروف الحرب عندنا كادر طبي جدا قوي ممتاز، ويمكن في جميع بلدان العالم اذا بتلاقي في حدا مميز طبيا بيكون سوري فعلا. بيني وبينك يعني مو بس بالطب، في كل النواحي، في كل المجالات، كل المجالات. بس هالمره هذه وجودنا في سوريا مع الحرب مع الهجوم الارهابي كان خلال هالأيام هذه اللي عم يحاولوا إنه اختراق دمشق، صعب عليهم، فكانوا في جو حرب يعني. ما عملوا عمليات عادية، عملوا عمليات إسعافية كمان، وساعدوا كمان أطباءنا السوريين لأنه كان في جرحى خلال هالأسبوع. كانوا يسمعوا أصوات غريبة يعني، أصوات إطلاق طيران وقذائف وشيء. اسألهم خايفين؟ لأن إحنا ما لنا خايفين، نحن حسينا انه الاخوه في محبه بينه وبين بين السوريين، لانه انتم شعب حرامي انه يموت، انتم شعب حي، انتم بتعلموا العالم، لذلك نحن واجبنا انه نكون معكم، ونحن معكم وراح نستمر معكم. يعني شغلي انا ما كنت متوقع من انه من ايطاليين من اطباء انه عندهم كل الامكانيات انه نيجوا لهون يساعدونا. بعتقد انه العلاقات الطيبه نحن مع بعضنا تولد ونحن راح يكون في استمرار في العمليات يعني في الشغل. ان شاء الله كل 3 شهور ونص 4 راح نجيبها لهم. حلو ان شاء الله. وكل العمليات يعني ما عم تنعمل، يعني نحن جايبين فريق من اطباء جراحي تجميلي فكي، جراحه عامه، جراحه بوليه، جراحه عظميه. كم دكتور تقريبا كانوا؟ 11 شيء 11 واحد. يعني كل الطاقم اللي بيحتاجه الجريح السوري الجندي السوري وغيره. مع العلم هالمره زدنا العمليات، ضفنا لهم شفه الارنب
صرنا عاملين 5 حالات، منهم أطفال، طفلين 2 و3 كبار. عم نحاول انه ندعم اي جريح، ندعم اي مكان من الجيش السوري او من المواطنين. فهني كانوا عم يقولوا لي احنا ما بنعرف كيف انتم يا سوريين. قلت ليش؟ قال يعني نحن مشفى عسكري بس انتم بتعملوا كمان مدنيين. احنا المشافي كلها مثل بعضها مفتوحه للكل، مفتوحه وخاصه يمكن بالظروف يلي عم تمرق فيها. اكيد نحن بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للاطباء الايطاليين يلي هن صار لهم جمعه يمكن عم يشتغلوا ليل مع نهار من اجل السوريين، وايضا بدنا نوجه تحيه كثير كبيره للجاليه السوريه في ايطاليا يلي كمان هن من خلالهم عم يكون في دعم لسوريا ومن خلال زيارات حضرتك دكتور. خلينا نحكي شوي عن العمليات التجميلية أو عن أن أبرز العمليات يلي قمتوا فيها إن كانت عسكرية وإن كانت مدنية. هي العمليات شو بدي لك تجميلية قصد مقصد فيها أنه التشويهي للعساكر المصابين. يعني في حالات كتير متأزمة بتعرفي أنه المجرمين الإرهابيين عندهم أسلحة فتاكة لأنه الطلقات بيطلقوها بالرأس وبالوجه متفجرة، بتعطي تشويه دائم يعني. لذلك ترميمي كلها كانت عمليات ترميمية للفكين للعين للجمجمة بالرأس. يعني كل العمليات المتواجدة كل الحالات اللي اجت لعنا كلها يعني عملت العملية. والنتائج قديش كانت مفرحة لقلوب الأم، لقلب الأم، لقلب الأهل، لقلبكم. دعونا أمهات دعونا كثير، وأنا بقول لك بصراحة يعني أنا ولا أني أنا سوري، أنا بشوف لك إنه اللي عمل المرضى الجرحى اللي عملوا عمليات ما أنا بني آدمين عاديين، يعني أبطال بمعنى الكلمة. وقت بقول لك أنا إذا طبت بكرة رح أرجع على الحرب. جاني واحد كنت واقف المرة الماضية قال لي دكتور بدي أعمل عملية. قلت شو عندك؟ احكي لي قصتك. قال لي أنا مقاتل، عندي 11 شهيد في بيتي، أصبت بإجري، عملوا لي عملية، حطوا لي صفيحة، رجعت حارب، صاوب صديقي حطيته على ظهري، انطحجت الصفيحة وانكسرت إجري، وهلا أنا بهالحالة هذه. قلت له شفت حالته هيك؟ قلت له حكيت مع الشباب عملوا له العملية ثاني يوم. ثالث يوم رحت حتى اشوفه لقيته واقف برا على العكاز. قلت له قال لي رايح على البيت خلص انا ما عاد في شيء، بشكركم بدي اخلي امي تدعي لكم. يعني هدول ابطال يعني بيستاهلوا. يمكن هي صوره من صور البطوله الموجوده على ارض سوريا. صحيح. صوره مصغره يمكن. صوره مصغره في كثير من القصص. يمكن نحن عندنا بسوريا ابطال نفتخر فيهم، عندنا أمهات أبطال نفتخر فيهم. هي الترباية الموجودة على حب الوطن ما بنلاقيها وين ما كان. فأكيد نحن بنوجه تحية لكل أبطال لكل جرحى الجيش العربي السوري. دكتور بدي أسألك قديش مهم اليوم في ظل ظروف الأزمة، أكثر من 6 سنوات نحن في حرب، وفد إيطالي طبي يجي على البلد ليكون فعلا غير الإجراءات الطبية اللي عم يقوم فيها عين موجودة لينقل الواقع الحقيقي في ظل التضليل الإعلامي الموجود نحن. شو جاي تم إلى عدة مهمات يعني أهميتها كمان إعلامية بالنسبة لنا شغلة مهمة. إنه لما بيجي الإيطالي بيقولوا لا تروح أنت، بيجي أنا بشتغل بلد فيها حرب، بتعرف الإعلام المضاد ضد سوريا المأخوذ من العربية والجزيري نفس الشيء بيجيوه بالروفة. فهي اختراق لهم يعني إنه نحن رايحين مع كل الشيء اللي بصير. ثاني شيء يعني بتحسسي انت الجريح انه جاي، انه الدوله جايبت له جراحين من برا بتعتني فيهم، ما راح تتركهم، ما تركتهم، جابت لهم يعني عم تساعدهم. هاي شغله مهمه نفسيا حتى. ثالث شيء لما بتشوفي انت بتعملي عمليه لشخص من الاشخاص كانت عنده مشكله، بتحلي له المشكله، بترجعي له الابتسامه، بترجعي له القوه، بترجعيه انه راح يرجع يحارب. هاي شغله ما لها ثمن يعني. انا لاحظت انه شغلي ما كنت متوقع. هاي نظرة الفرح بعيونه لما قديش ما بتصدق قديش بيكون مبسوط، ما بتصدق قديش بنكون نحن مبسوط. حتى الإيطاليين بيقولوا لي أنتو لما بيشوفوا هني بيسألوا دائما إذا أنت عملنا لك عملية رح تروح ترى؟ أنا هلأ برجع حارب، أنا بلدي ما بتركها. يعني شغلي أخذوا فكرة عن السوريين، بيقول لي أنتو شعب حي، لذلك حرام أنه يصير عليكم هيك. نحن معكم
رح نستمر معكم وننصر لكم إجباري، لأنه شعب يستحق الحياة. لأنه شعب يستحق الحياة، لأنه لما بيشوف هالأبطال هيك مستحيل دولة تخسر الحرب بالأبطال هذول. صحيح. ونحن مستمرين، يعني نحن من حارب بأسلوب وجيتنا لحارب بأسلوب. صحيح، الله يقويكم يا رب. دكتور خلينا نحكي شوي، يعني الجالية السورية بإيطاليا دائما قلبها بينبض بحب الوطن، خلينا نحكي يمكن الجالية كيف عملها لدعم السوريين بسوريا، شو عم تقدم، قديش انتو ايد وحدة، قديش قلبكم عم يكون دائما مشغول وفكركم مشغول على 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 سوريا، ودائما يمكن كل نصر بيتحقق بحلب او دمشق أو بأي منطقة، قديش بتكون فرحتكم كمان مشتركة مع انتصارات أبطال الجيش العربي السوري؟ المشكلة نحن كسوريين لما بيجيك من كل أنحاء العالم يحاربوك ويدمروا بلدك، كيف بدك توقفي من دون ما تساعد بلدك؟ يعني هذا الشيء اللي أنا دائما بحكي فيه. أنا من بداية الحرب، حتى من قبل الحرب، بعد ما أخذوا ليبيا وشفت على الجزيرة أنه والله أخذوا الساحة الخضراء، ثاني يوم كان القذافي قال أيز نحن بالساحة الخضراء، أنا شكينا أنه بالفعل في لعبة كبيرة والدور جاي على سوريا. أنا بتذكر أنه الله يوجه له خير سفيرنا حاليا بأوكرانيا، كان سفيرنا بروما، قلنا له جاي الدور علينا، لازم نجمع، ناقشنا بالموضوع أنه نجمع الشباب السوري، وكان الله يرحمه معنا المطران كابوتشي، نجمعهم ونشرح لهم شو الوضع، يعني هالربيع العربي المزيف يعني. وانا نفس اليوم كنت جاي على سوريا، اخي كنت عامل له عمليه بمشفى الخميني، حكى لهم السفير، سيد السفير شرح لهم سياسه المنطقه يعني، وكان كانت انه نحن الاسئله تكون حره للكل، شو ما بدك سأل يعني، ما في تقييد للسؤال، مفهوم يعني من البدايه عرفت الشغله. وانا سافرت ثاني يوم، صارت تتاليت الاحداث بالمناطق بالمنطقه، ولذلك احنا بعد ما صارت رجعت على سوريا على ايطاليا، فجمعنا كل الشباب السوريين، فانه هون نحن الحرب جاي، بعتقد لازم نجمع بعضنا، وصار عندنا اجتماعات كل اسبوع تقريبا كل 15 يوم نخطط شو بدنا نسوي. نحن ما تركنا جهه من الجهات اللي ما عملناها، نحن وصلنا على بروكسل، فتنا على بروكسل، فتنا بالعالم السوري الجالي، فتنا حكينا مع الوفد الفرنسي، مع الوفد اليوناني، مع الوفد الايطالي، مع الوفد البلجيكي، نحن قلنا لهم، حكينا على فتح السفارات، حكينا على الحصار الجائر، يعني ما تركنا شيء. نحن رحنا على جنيف، اخذنا المطران كابوش الله يرحمه، نحن اللي فوضناه على المؤتمر مع مونترو، يعني بال 2013 لما هددوا ضرب سوريا، نحن جينا دروع بشريه مع وفد ايطالي الساعه 9 بالليل كنا هون، نحن صرنا بعدين 15 سياره اسعاف وهي وست دفعات من الحاويات المواد الطبيه للمشافي السوريه، مواد غذائيه، ادويه، ما تركنا شيء الا ما عملنا نحن، لانه نحن عم حرب يعني، هم عم يدمروا، احنا بدنا نعمر يعني. واكيد جهود جباره عم تقوم فيها الجاليه السوريه في ايطاليا، قديش يمكن بدنا نتشكركم، نتمنى لكم التوفيق. بالختام دكتور جمال، كلمه بتحب توجهها لكل مشاهدينا، لكل يمكن كمان المغتربين السوريين اللي عم يتابعونا، قديش مهم يكونوا عيننا في الخارج، يوصلوا صوتنا، يوصلوا الصوره الحقيقيه في سوريا. نحن في حرب، بلدنا في حرب له اكثر من 6 سنين، وبعتقد انه واجب كل واحد سوري كان بالداخل ولا بالخارج يحارب بضعه، حرب امكانياته، ما بصير نترك انه جيشنا يحارب، شبابنا تحارب ونحن قاعدين عم نتفرج هيك، كل واحد بمركزه لازم يحارب، بيقاتل في مكان عمله، بيقاتل. وبعتقد انه النصر يعني مهما طالت، يعني شعب صامد هيك وجيش قوي مستحيل مستحيل لما يكون النصر لنا، لكن الهجمه الامبرياليه عظيمه، خاصه من الدول، انا بأسف يعني اتكلم انه الدول العربيه اللي بتبذل الاموال الارهابيين، لكن بالنهايه ما
ما بيصير غير الصح، والنصر ما بيصير غير للسوري بإذن الله. بإذن الله أكيد بهمة أبطال الجيش العربي السوري النصر قريب. الدكتور جمال أبو عباس رئيس الجالية السورية في إيطاليا، نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق إلك ولكل المغتربين السوريين الموجودين مو بس في إيطاليا، في جميع المناطق. الله يحمي سوريا. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتور، وناطرينك بعد فترة أيضا بجولة تانية على سوريا. طبعا دكتور ما بيقطع سوريا دائما بزيارات متكررة. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا. ألف شكرا.